وما زلنا مشاهدينا في متابعة لوقائع المؤتمر الخاص بدكتور المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. بينضم إلينا الآن دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. بداية برحب بحضرتك يا فندم، وبشكل عام يعني نقاط كثيرة تم ذكرها خلال هذا المؤتمر الصحفي، كيف تابعته بشكل عام؟ مساء الخير في بداية تحياتي لحضرتك والأستاذ المشاهدين. هو مؤكد في إطار من المكاشفة بتاع المجتمع كان مهم جدا أن الأستاذ رئيس مجلس الوزراء يخرج ليعرض الموقف الراهن داخليا وخارجيا. وأتصور أنه ده أمر مهم جدا علشان ما يتخذ من قرارات على مستوى الحكومة، ما يتم صنعه من سياسات، مهم أن يكون لها درجة مش بس المصداقية لكن كمان درجة من القبول. وعشان كده مهم جدا انه يكون كافه المواطنين على علم بما يحدث داخليا وحد التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري في اطار الحرب المشعه حاليا داخل اوكرانيا، واللي بالتاكيد بتاثر على الاقتصاد العالمي. ومؤكد انه الاقتصاد المصري جزء بيتاثر ايضا بالسلب بما يحدث على المستوى الدولي. مؤكد انه حجم التحديات دي مش بس على مستوى المواطنين لكن كمان الحقيقه بتاثر على المواطن، يعني هي على مستوى الاقتصاد وكمان بتاثر على وضع المواطن في دخله وقدرته على تلبيه احتياجاته الاساسيه. فالحقيقه ده امر مهم جدا انه يكون الحكومه بتعمل في اطار من الشفافيه والمكاشفه مع المواطن، وكمان الحقيقه انه المؤشرات الاقتصاديه اللي احنا بصددها الان هي الحقيقه انعكاس لامرين عكس بعض. الامر الاول انه برنامج الصحه الاقتصاديه الحقيقه اسفل عن تحسن كبير في مؤشرات الاقتصاد المصري، والحقيقه ده اللي مكن الاقتصاد المصري انه يتعامل مع ازمه جائحه كورونا على مدار اكثر من عامين. والحقيقه الاقتصاد المصري كان من بين الاقتصادات القليله على مستوى العالم الحقيقه نجح في التعامل مع هذه الجائحه. لكن دخلنا ايضا في الازمه المشتعله حاليا واللي بالتاكيد بتاثر على الوضع الاقتصادي. والحقيقه كان حقيقه عمله صعب جدا ان الاقتصاد المصري يستطيع ان يتحمل ازمه تلو الاخرى الحقيقه بتاتي الينا كلها من الخارج اذا لم يكن بدانك صار الاقتصاد الحقيقه كان تم اجتيازه بنجاح. واتصور قبل ما تنفقه الحكومه خلال الاعوام الثلاثه الماضيه هو في اطار ما تكون في الموازنه العامه للدوله من احتياط استراتيجي مكن فيها الدوله انها تتعامل مع القطاعات الاقتصاديه اللي تاثرت بشده زي قطاع السياحه اللي كان بالتاكيد من ابرز القطاعات اللي هي تاثرت بالسلب بجائحة كورونا، ثم اتت الحرب المشتعله حاليا لتزيد من صعوبه الموقف. الحقيقه عدد ايضا من المهن الحر اللي هي فقدت بعض وظائفها، وكمان كان مهم جدا انه الدوله تقف مع هذه الفئات مش بس علشان في اطار منظور اجتماعي لكن كمان في اطار منظور اقتصادي، انه هذه الفئات اذا ما قدم لها جزء من الدخل مؤكد انه هذا الدخل سيعاد انفاقه مره اخرى في الاسواق على السلع، وبالتالي تستمر الدورات الانتاجيه داخل الشركات والمصانع المختلفه، وبالتالي يستمر النشاط الاقتصادي في اتجاهه الايجابي. فالحقيقه كان مهم جدا انه الوضع اللي احنا فيه وقدرتنا على تحمله كان الحقيقه رهن بالبرنامج الصحي الاقتصادي، وايضا اتصور انه السياسات المرنه اللي بتتبعها الحكومه في التعامل مع الازمات. يعني على ذكر الأزمات، يعني أزمات كثيرة كان بيواجهها الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، برأيك كيف تمكنت مصر عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي من مواجهة هذه التحديات الاقتصادية؟ بالتأكيد وصلنا لمؤشرات جيدة للغاية، وبالتالي لما أتت الأزمات العالمية كان أمر منطقي أن مؤشراتنا الاقتصادية تتعثر، لكن احنا كنا وصلنا لمستويات جيدة للغاية. يعني لما معدل النمو الاقتصادي يصل لمستوى 5.6%، لما ينخفض يبقى في او ما دون ال 4% كان امر منطقي، لكن اذا ما كنا في الوضع اللي احنا كنا عليه قبيل بداية برنامج الصحة الاقتصادي في 3 نوفمبر 2016، كان معدل النمو الاقتصادي هو كان بالكاد فوق ال 3%، وبالتالي اذا ما كانت اتت الازمات الاخيره كان ممكن احنا نشوف مش بقى معدل النمو الاقتصادي، كان ممكن نشوف انكماش في الاقتصاد او كساد او ما الى ذلك. وبالتالي الحقيقه ناكد على انه معدل النمو الاقتصادي وصل لمستوى جيد للغايه، وبالتالي لما اتت الجائحه كان الحقيقه الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليله على مستوى العالم اللي حقق معدل النمو الاقتصادي مش بس ايجابي لكن كمان كان مرتفع. على كافه مؤشرات ما يتعلق بقى بنسبه العجز في الموازنه العامه للدوله، ما يتعلق بنسبه الدين للناتج المحلي، ما يتعلق بحجم الاستثمارات اللي بيتم تدفقها للاقتصاد المصري من الخارج، بنتكلم على معدلات البطاله اللي هي وصلت لمستوى كان مقبول، كنا بنتكلم في حدود 7.1%، وارتفعنا نسبيا في بدايه جائحه كورونا، وبعدين الحقيقه عاودنا مره اخرى الاتجاه للانخفاض في معدل البطاله. فالحقيقه مؤشراتنا الاقتصاديه كانت
وصلت لمستوى جيد، والحقيقه اتت الازمات لتحدث انحراف نسبي في مستهدفاتنا، لكن اتصور ان احنا ما زلنا في الاتجاه الايجابي اخذا في الاعتبار التحديات اللي بتواجهنا على المستوى الخارجي. اذا دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار وضحت الصوره، شكرا جزيلا لك.